دائماً على الوعد على إقامة كأس العالم 2022، كأس عالم تاريخي كما هو مقدر له. فهو أول كأس عالم في دولة عربية وأول تنظيم في منطقة الشرق الأوسط. في إطار استعدادات لكأس العالم، تحت إشراف وحدة التأهيل والتدريب بلجنة عمليات أمن وسلامة بطولة كأس العالم قطر 2022، بدأت أولى دورات برنامج الدبلوم الدولي في أمن الملاعب وسلامة الجماهير الرياضية. تعريف الدبلوم هو برنامج تدريبي وتعليمي فيه دورات تدريبية ومشاركات فعلية في أحداث رياضية دولية، تتخلله جلسات تقييم وتطوير فردية، ومنه يتم الحصول على شهادة في إدارة الأمن والسلامة في الأحداث الرياضية الدولية. أهداف هذا البرنامج عديدة، ومنها تطوير إجراءات السلامة والأمن، مراقبة وحل المشاكل للجماهير، تحديد فرص الابتكار، رفع مستوى المشاركين من قيادات المستوى الفضي. ومع كل هذه الجهود، قطر تسعى دائماً جاهدة على إنجاح تنظيم هذه البطولة وجعلها بطولة أسطورية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. حاليا احنا من ضمن الجولات التفتيشيه المستمره في احد المراكز التجاريه هايبر ماركت في مدينه الريان، من خلال عندنا طبعا رؤيه القسم غذاء امن دائما. من خلال هذه الرؤيه قاعدين نؤدي عملنا ونغطي النقاط الغذائيه المختلفه لضمان الحصول على غذاء امن دائما باذن الله تعالى، بغض النظر الظروف او المكان او الزمان المختلف. حاليا احنا قاعدين طبعا من ضمن جولاتنا ايضا قاعدين نركز بشكل خاص استعدادا لدخول شهر رمضان. شهر رمضان تزداد فيه او يزداد فيه الضغط على المجمعات التجاريه بشكل خاص لشراء المستلزمات الغذائيه لتجهيزها في موعد رمضان على الجميع ان شاء الله. الله يكتب الخير للجميع. جوله التفتيش تكون مقسمه من طبيب بيطري ومفتش. طيب بيطر الاختصاص الخاص من خلال الكشف على اللحوم والمختلفة من لحوم حمراء أو بيضاء للدواجن أو الأسماك والأجبان. المفتشين يغطون باقي المواد الغذائية من إذا كان في مطعم، كان في بيكري، مخبز، كان المعلبات أو المجمدات إلى آخر من الأمور هذه. عندنا الجزء المهم أيضا الخاص في رمضان وغير رمضان الجانب التوعوي. إحنا أثناء التفتيش لاحظت المفتش يتكلم مع العامل او يتكلم مع المسؤول في المحل انه مثلا شاف ملاحظه، طبعا ملاحظات بسيطه ما نتكلم عن المخالفات، كملاحظات انه يرقى ويطور نفسه اكثر، يحاول يوجه يقول اسوي كذا اسوي كذا اسوي كذا الى اخر من الامور هذه. القانون يجرم تاريخ الصلاحيه او فساد الماده الغذائيه، خلينا نكون واضحين، في عندي تاريخ انتهاء وفساد. هذه مخالفتين مختلفات يتم اخذ الاجراء الرسمي طبعا من خلال يمكن شفتوا التفتيش الالكتروني من خلال الايباد، طبعا صار عندنا الحين تفتيش الكتروني، يتم تثبيت المحضر من خلال التفتيش الالكتروني ويجي له مسج لصاحب المؤسسه الغذائيه بالرقم الجوال اللي يضع في المحضر لمراجعه البديه ان عنده مخالفه. مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك تنتعش الحركة الشرائية في الأسواق ولا سيما سوق واقف، وجهة الجمهور المفضلة للاستعداد لهذا الشهر المبارك بما يحتاجونه من مستلزمات وحاجيات. البضائع المتنوعة في سوق واقف والأسعار المناسبة تجعل منه مكاناً مناسباً لتحضيرات رمضان، فبين أزقة هذا السوق العريق تجد محال التوابل والحلويات عارضة أجود الأنواع أمام الزبائن. أما الزخم الأكبر فتراه في محال العطور والبخور، حيث يتنقل الزبائن بين رائحة وأخرى باحثين عما يناسب ذوقهم حتى يستقبلوا هذا الشهر الكريم أفضل استقبال. ويعد المنتج الوطني للعطور والبخور بأنواعه المتعددة وروائحه الأخاذة حاضراً بقوة في محل سوق واقف، حيث استطاع الإنتاج المحلي أن يقول كلمته في السوق بجودته العالية التي تضاهي أقرانه من المنتجات.
أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق سباق صملة، الحدث الرياضي الذي يقام في مسارات صحراوية صعبة ونائية، ويتطلب من المتسابق مستويات عالية من القدرة والتحمل. وسيقام سباق صملة هذا العام على مسافة 200 كيلومتر على مدى 60 ساعة متواصلة، مقسمة على 8 مراحل متوزعة بين الجري والسباحة والرماية والتجديف وقيادة الدراجة الهوائية الجبلية. وعلى المتسابق أن يكمل مسار السباق باستخدام قوته وقدرته الشخصية للوصول إلى نقطة النهاية في أسرع وقت زمني بالاعتماد على الذات، حاملاً متاعه وعتاده الخاص. ويعد سباق صملة الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الشباب القطري إضافة مميزة إلى أجندة الفعاليات الرياضية السنوية في قطر، نظراً لما يحمله من مفاهيم جديدة ومبتكرة للمنافسات الرياضية وسط ظروف استثنائية مليئة بالتحديات والمتعة معاً. تحت شعار العيش بشكل جيد مع مرضى الكلى، يحتفل العالم هذا العام باليوم العالمي للكلى تعزيزاً لأهمية صحة هذا العضو الهام وأهمية الوقاية من الأمراض التي قد تصيبه، والتوعية أيضاً بضرورة الكشف المبكر للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة. يمثل اليوم العالمي للكلى حملة صحية عالمية لرفع مستوى الوعي، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن نسبة 10% من الأشخاص حول العالم مصابون بأمراض الكلى المزمنة، وفي دولة قطر يقارب هذا الرقم 13% من مجموع السكان، علماً أن أمراض الكلى تحتل المرتبة 18 في قائمة الأمراض المسببة للوفاة. وعليها أولت الدولة اهتماماً بالغاً لجودة الرعاية الصحية بمريض الكلى مع الاستمرار في العمل على تحسين الخيارات العلاجية المتاحة أمامه. ورغم التدابير الفعالة والمتطورة للوقاية من أمراض الكلى، إلا أن المرضى بما فيهم أولئك الذين يعتمدون على الغسيل أو الزرع وكذا مقدمي الرعاية لهم يحتاجون إلى المزيد من الدعم، خاصة أثناء انتشار الأوبئة. وتبقى الوقاية الأولية والتشخيص المبكر مع اتباع نمط حياة صحي وتثقيف الأشخاص بعوامل الخطورة خيراً من العلاج. تحتل قضية الأمن الغذائي صدارة أولويات دولة قطر على المستوى التنموي لكونها ركناً أساسياً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة وركيزة مهمة في تأمين الاحتياجات بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية الهادفة إلى جعل دولة قطر بحلول عام 2030 دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. حققت قطر نهضة كبيرة وتسير بخطى ثابتة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال تنفيذ أفضل المشاريع لتنمية القطاع الزراعي ومضاعفة إنتاجه، استمرار دعم المزارعين لخفض تكاليف الإنتاج، تطوير إنتاج التمور والخضروات والأعلاف، توفير حلول تطبيقية وعملية لزيادة الإنتاج الزراعي، الدعم المتواصل لزيادة المساحات المزروعة في الدولة، التوسع في الإنتاج المحلي للسلع والتي من أهمها الخضروات والألبان والتمور واللحوم والأسماك، إطلاق العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز ورفع المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية. في خطوة تعتبر نقطة تحول تجاه تعافي قطاع السفر العالمي في ظل القيود المعقدة والمتغيرة باستمرار في مختلف أنحاء العالم، بدأت الخطوط الجوية القطرية العمل بتجربة جواز السفر الرقمي لتصبح أول شركة طيران في الشرق الأوسط،
تطبق هذه التجربة الخاصة بالهواتف المحمولة كتطبيق جديد مبتكر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا ووزارة الصحة العامة في قطر ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ومؤسسة حمد الطبية. جواز سفر الرقمي الخاص بالاتحاد الدولي للنقل الجوي يضمن حصول المسافرين على تحديثات عن المعلومات المتعلقة بلوائح الصحة الخاصة بكوفيد-19 في الوجهة التي يسافرون إليها، مع الامتثال للوائح والأحكام العالمية الصارمة المتعلقة بخصوصية البيانات والتي تتيح إمكانية مشاركة نتائج اختبارات كوفيد-19 الخاصة بالمسافرين مع شركات الطيران للتحقق من أهليتهم للسفر. يقود الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية الجهود الرامية إلى المساعدة على تصميم شهادة لقاح موحدة ستكون ضرورية لفتح الحدود بين الدول وزيادة السفر على الصعيد العالمي. تجربة جواز السفر الرقمي أو وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر تأتي في وقت تسعى فيه الحكومة والشركات في مختلف أنحاء العالم على اكتشاف سبل إصدار شهادات أو جوازات سفر تساعد على إعادة النشاط الاقتصادي بتحديد هويات من حصلوا على لقاح. وسائل النقل شريان الحياة في المجتمع. قطر تمتلك العديد من الخيارات التي تعزز استضافتها للكثير من البطولات، أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. مترو الدوحة أحد المشروعات الرائدة التي مثلت نقلة نوعية في وسائل النقل في الدولة، وتعكف وزارة الداخلية ممثلة بإدارة أمن النقل العام على تنفيذ عدد من التمارين بمحطات المترو بهدف رفع الجاهزية والوقوف على الإجراءات المتخذة لتأمين السكك الحديدية بمشاركة العديد من الجهات. هي إجراءات تهدف إلى تأمين جميع وسائل النقل العام في الدولة، من بينها مترو الدوحة وترام لوسيل والحافلات في قطر بشكل شامل، بهدف رفع جاهزية القوة العاملة في هذه المحطات. بعد أن تم تأجيله نتيجة للظروف السائدة والتي فرضتها جائحة كوفيد-19، يعود معرض ميليبول قطر 2021 في نسخته 13 مستقطباً أبرز الجهات الفاعلة في قطاع الأمن العام والصناعي حول العالم، والتي تغتنم فرصة مشاركتها في المعرض لاستعراض أحدث المنتجات والخدمات المبتكرة في مجالات الأمن والسلامة وأجهزة وأنظمة الحماية والوقاية وغيرها من الأنظمة والخدمات المبتكرة. هذا العام يشهد مشاركة مجموعة واسعة من الجهات العارضة تمثل 14 دولة من الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وأوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والهند والدول الإسكندنافية، وتصل نسبة الجهات العارضة الجديدة نسبة 68% من إجمالي المشاركين. ستشارك فرنسا بأكبر جناح وطني في المعرض بدعم من وزير الداخلية الفرنسي، حيث أكدت غرفة التجارة والصناعة في منطقة باريس المسؤولة عن تنظيم الجناح أن 77% من الجهات العارضة شريكة والبالغ عددها 22 جهة من المؤسسات الرائدة تشارك هذا العام في ميليبول قطر لأول مرة. كما تعد مجموعة نيكستر المتخصصة في حلول الروبوتات الدفاعية والأمنية والتي تخطط للترويج لروبوتاتها المعروفة باسم نيرفا. هذا وقد شهدت النسخة السابقة معرض ميليبول قطر 2018 تحطيم الأرقام القياسية بحضور 222 عارضاً دولياً من 24 دولة و 8487 زائراً، وبزيادة نسبة 39% مقارنة بنسخة عام 2016، تجاوزت قيمة الصفقات التي أبرمتها وزارة الداخلية خلال النسخة الماضية نصف مليار ريال، وشملت مختلف قطاعات الوزارة المختلفة الأمني والمعلوماتي والخدمية.
المبادرات المجتمعية ضرورة حضارية تدل على تماسك المجتمع وتلاحم فئاته، وتعد كذلك مؤشراً على وعي أفراده. وما أكثر المبادرات التي يقودها أفراد ومؤسسات في قطر تعزز الهوية الوطنية. إحدى هذه المبادرات التي تستحق الإشادة والتقدير كانت مبادرة أطلقها قانونيون، أعلنوا عن استعدادهم للقيام بأعمال تطوعية قانونية للفئات غير المقتدرة التي لا تستطيع دفع أتعاب المحامين خلال المرافعات القانونية في القضايا التي تتعرض لها هذه الفئات انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للمهنة. ويأخذ التطوع القانوني مسارات عديدة، منها أن يتكفل مكتب المحامي بمساعدة موكله بدون مقابل، ومن بين المسارات التعاون الوثيق بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية المحامين القطرية في تخصيص محام للحالات الإنسانية، أو أن تتكفل إدارة المساعدة القضائية بالمحاكم بمساعدة حالة إنسانية، أو تنتدب المحكمة التي تنظر أمامها القضية محامياً للدفاع عن المتهم أو صاحب المشكلة وتتكفل بدفع أتعابه. جهود ذاتية إنسانية تبرز أهمية العمل التطوعي ودور المبادرات الشخصية في استشعار المسؤولية المجتمعية وتعلي من قيم المجتمع، وهو ما جسدته هذه المبادرة النبيلة وغيرها من المبادرات التي تنبع من القيم القطرية الأصيلة. بدأت حياتها الجامعية طالبة في قسم علم النفس، وحلمها أن تصبح أخصائية في هذا المجال، لكن الصدفة قادتها إلى مجال آخر، تحديداً إلى عالم الموسيقى، وما منحها من إمكانية للحلم والشعور بالأمان والانتماء. هكذا تحدثت الفنانة والممثلة اللبنانية ياسمين حمدان عن تجربتها في مجال الموسيقى والتمثيل خلال جلسة حوارية عبر الإنترنت ضمن جلسات قمرة في دورتها السابعة. وفي جلسة حوارية أخرى تحدث عدد من صناع الأفلام العرب عن مشاريعهم في ظل ما تقدمه قمرة من دعم واحتضان للمواهب السينمائية العربية الواعدة. فعاليات قمرة لهذا العام تجري افتراضيا، ويشارك فيها أكثر من 150 خبيرا سينمائيا من 41 دولة، يقدمون التوجيه والإرشاد ل 48 مشروعا سينمائيا يخرجها صناع أفلام في تجاربهم الفنية الأولى والثانية. وإلى جانب الندوات والورشات الاستشارية والجلسات الحوارية، سيشاهد الجمهور بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عشرات الأفلام التي أخرجها صناع أفلام متمرسون ومواهب سينمائية واعدة في الوطن العربي بدعم من مؤسسة الدوحة للأفلام. وتعكس هذه الفعاليات المتنوعة والقوية مدى الدور الريادي الذي باتت تلعبه قمرة منذ انطلاقتها كمنصة لاحتضان المواهب والمشاريع التي تبرز أصواتا جديدة وقصصا جذابة في السينما العربية والعالمية. تسعى جامعة قطر إلى تطوير المعرفة والبحث العلمي وتخريج طلبة لديهم شغف العلم، ما يجعلهم قادة في مجتمعاتهم عبر طرحها عدة برامج مختلفة في الدراسات العليا. ماجستير هندسة الغاز وعملياته، برنامج جديد ضمن برامج الدراسات العليا يعد إضافة نوعية للجامعة ودعما لمشاريع الدولة في الصناعات الغازية. أهداف البرنامج: المساهمة في تطوير معالجة الغاز والتكنولوجيا، توسيع الاقتصاد، توفير فرص لتعزيز المعرفة الطلابية، الاطلاع على أحدث ما يقدمه العلم، تقديم برنامج يخدم بحوث الكيمياء. الجامعة تبذل جهوداً مستمرة بهدف المحافظة على المكانة التي حققتها حتى الآن، ورغبة منها في تحصيل المزيد من التفوق والإبداع الذي يخدم المجتمع المحلي والدولي. للزراعة دور مهم في المحافظة على البيئة واستدامتها، إضافة إلى إضفائها لمسة جمالية مميزة للأماكن المفتوحة والمغلقة. ولكن هل علمتم يوماً ما للزراعة من أهمية في تعزيز الصحة النفسية للإنسان؟ وهل علمتم أن اللون الأخضر الذي تتميز به الطبيعة يبعث في النفس شعوراً كبيراً بالتفاؤل والسعادة، ويعطي إحساساً بالراحة والهدوء،
مما يجعل الاستمتاع بالطبيعة الخضراء والتواجد بها علاجاً نفسياً فعالاً للعديد من أمراض العصر، بمساعدته على التخفيف من التوتر والضغوطات النفسية المختلفة، إضافة إلى دور بعض النباتات في تنقية الهواء داخل الأماكن المغلقة والذي يزيد الشعور بالاسترخاء. لذلك دعا خبراء الصحة النفسية إلى تخصيص مساحة محددة في المنزل لزراعة النباتات أو وضع بعضها في مكان العمل أو غرفة المعيشة أو على الشرفات من أجل الاستمتاع بالمنظر وتعزيز الصحة النفسية. أعلنت جامعة قطر عن فتح باب التقديم الإلكتروني للقبول المشروط والمبكر للقطريين وأبناء القطريات وحملت الوثائق للفصل الدراسي خريف 2021، وذلك بدءا من الأحد المقبل وحتى 24 من الشهر نفسه. وقد حددت الجامعة شروط ومعايير ونسب القبول تمثلت في حصول الطلاب المتقدمين على نسبة 85% في شهادة الصف 11 والفصل الدراسي الأول للصف 12 لجميع الكليات ما عدا كلية الطب وكلية طب الأسنان، حيث يشترط للقبول فيهما الحصول على نسبة 95%. وأعلنت جامعة قطر أنه سيتم الإعلان عن نتائج القبول في 11 من أبريل المقبل، وإن جميع المتقدمين الذين لا يستوفون الحد الأدنى من متطلبات القبول المشروط والمبكر سوف لا تزال لديهم فرصة القبول عند تقديم النتائج النهائية والرسمية بناء على آليات القبول المتبعة.